السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم سام السويدي. البودكاست مباراة عمان والعين. قبل ما اتكلم عن البودكاست، في صفحات عنوان متميزة، احصائيات عناوين، منبر العين، السويد العين، سي وورد، وميانين العين، كلها الروابط موجودة في الوصف. والحمد لله اشتريت تذكرة مباراة العين والظفرة، ان شاء الله بحضرها وفان الفوز، وان شاء الله تكون انطلاقة لحامل اللقب. بعرض عليكم، لا مو بهالنوت، فبعرض عليكم ابرز التعليقات. فالسموح ان شاء الله في الفيديوهات الجاية بعرض عليكم التعليقات. فأغلب التعليقات قالوا إن الجو حار، لابه كان الأسوأ، ما كان في يومه، تألق يارمالينكا وخط الدفاع والأظهرة، الثقة الزايدة والأنانية، تفاوت في الآراء عن أداء يحيى نادر وأحمد برمان، غلطة خالد عيسى، عدم استغلال التبديلات. هذه كانت أغلب التعليقات. وسألت تفاوضات نادي الشارجة لو تمت بيكون فريق مكتمل ومرشح لبطولة الدوري هل تتفق؟ بس لقيت تعليق واحد، نادي الشارجة ما قال طموحي آسيا وكل البطولات، لكن عد فريق قوي قادر على جلب كل البطولات، أسماء مميزة جانب الشارجة، سوبر ستار، والشارجة مرشح الأول على هذه الأسماء القوية جدا. سألت رأيكم في يارمالينكو، ولقيت تفاعل في التواصل الاجتماعي، وأغلب التعليقات أو الأغلبية اتفق أن اللاعب ممتاز. أعطانا انطباع أنه هو جاي من الدوري الإنجليزي، لاعب خبرة. وفي تغريدة من أخوي الشامسي، وتوقع الإحصائيات من صفحة إحصائيات عناوية، يارمالينكو بأول مباراة مع العين 90 دقيقة صنع 7 فرص الأكثر، إجمالي التسديدات وحدة 83%، نجاح التمرير 100%، تمريرات طويلة اكتملت 5 عرضيات ناجحة من 8، 67 لمسة للكرة 100%، نجاح التدخلات 33%، التحام أرضي ناجح 50%، التحام هوائي ناجح بأول مباراة وبأجواء حارة ورطوبة عالية. بصراحة كفو عليه، قدم مباراة طيبة في أول مباراة مع العين بهالأجواء، لأنه جاي من أوروبا. اللي نشوف جدول الترتيب بعد الجولة الأولى. في البودكاست السابق عرضت عليكم تصنيفات، التصنيف الأول الفرق المرشحة، التصنيف الثاني الفرق المنافسة، والتصنيف الثالث باقي الفرق. مثل ما شايفين هذه كانت توقعاتي للجولة الأولى، ولكن الجولة أو النتائج الجولة الأولى انتهت بفوز البضائح اتحاد شلبة، تعادل عمان والعين، فوز بنياس على خرفكان، تعادل وصل الوحدة، فوز الجزيرة على دبة، تعادل ظفر النصر، فوز الشارجة على شباب الأهلي. كانت في مواجهات مباشرة. لو نشوف الحين جدول الترتيب، مثل ما شايفين اللي متصدر البضائح الشارجة جزيرة بنياس، العين موجود في المركز السابع. وعن الفئات بتلاحظون ان الفرق المرشحة للفئة الاولى والثانية موجودة في اعلى الجدول، ما عدا شباب الاهلي لان لعب ضد فريق مرشح ضد الشارجة وخسر بنتيجة 2-0. عن مباريات نادي العين، العين تعادل ضد عمان خارج ملعبه، وان شاء الله السبت راح نواجه الظفرة، وعقب راح تبدأ مباريات صعبة. شو الفرق عن الموسم الثنائية؟ ان هالسنة في تفاوت في المستوى، مرة بنلعب ضد فريق منافس، مرة بنلعب ضد فريق موجود في اسفل او في وسط الترتيب. فان شاء الله العين يرجع للمنافسة من الجولة الجاية. عن مباراة عمان والعين، مثل ما تشوفين الاحصائيات، اكتساح عناوي في الاحصائيات، تسديدتين فقط على المرمى و12 خارج المرمى، تم اعتراضه 6 تسديدات، فرصة خطيرة ولا كرة خطيرة لعمان، كانت كرة ميتة غلطة خالد عيسى. ولكن بعد شوي بعرض عليكم التشكيلة وبنشوف وين المشكلة، هل المشكلة من اللاعبين أو من شيء ثاني. أني الحين نشوف تشكيلة الفريق لمباراة عمان، التشكيلة كالتالي: في حصان خالد عيسى، في خط دفاع بند الأحبابي، دانيلو، كوامي، إيرك، في الارتكاز يحيى نادر، أحمد برمان، في وسط الملعب يارمالينكو، ماتيس بلاسيوس، فيان رحيمي، في الهجوم لابا كوجو. في الاحتياط كانوا عندنا لعيبة أكثر، ولكن عرفت بعض اللاعبين، عرفت لاعب محترف ومقيم، ولاعبين تم استبدالهم في الشوط الثاني، كايو دخل بدال أحمد برمان، خالد البلوشي دخل بدال ماتيس بلاسيوس، وتغيرت الخطة من 4-2-3-1 إلى 4-4-2. يعني الحين نشوف الأسلوب والخطة اللي لعبها المدرب سيرجي روبروف، خطة المعتادة 4-2-3-1، أسلوب لعبه وطريقة لعب المعتادة أن المدرب يلعب بأسلوب ضغط أمامي عند قطع الكرة، قلبين دفاع يروحون على الأطراف، يكون في ضغط عالي على حامل الكرة، لعب باستحواذ، تمرات قصيرة، انتشار عرضي، خطة مرنة، في تبادل مراكز بين اللاعبين،
تنوع في اللعب وتقارب بين خطوط. كان العين اعتبر الشوط الأول كان شوط مثالي عيناوي، جدمنا في النتيجة، ما عطينا مجال الفريق الفريق عمان أن يهجمون، استحوذنا، لعبنا، فرضنا لعبنا. كان شوط ممتاز، كان فيه جمل تكتيكية بين اللاعبين، لعب مثلثات، قارب بين خطوط، تبادل مراكز، فرضنا لعبنا، يدنا وايد فرص، وكنا بنسجل أو كنا قراب من تسجيل الهدف الثاني. ولكن شو اللي صار في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني اختلف الفريق 180 درجة. كنا نلعب ضغط أمامي عند قطع الكرة، ولكن الفريق رجع ولعب دفاع منطقة. كنا نلعب باستحواذ في الشوط الثاني، لعبنا كرات مرتدة، والطريقة اللي لعبناها دفاع منطقة وكرات طويلة. صح، ما عرفت عليكم الجهد. خلونا نشوف الشوط الأول، بنشوف أن اللعيبة كلهم بذلوا مجهود عالي، وقلبين دفاع كان مجهود متوسط، والحارس مجهود منخفض. بنلاحظ في الشوط الثاني مجهود اللاعبين كان متوسط، قلبين دفاع كان منخفض، عسى بيريحهم للمباراة الجاية. قال بلعب بأسلوب دفاعي أو أسلوب دفاع منطقة ويلعب على المرتدات. ما توفق في هالأسلوب، لأنه أعطينا مجال لعيمان أنهم يلعبون بأريحية بدون ضغط، لا ما يجي الهدف من علي مدن. صحيح أن الغلطة يتحمل الحارس خالد عيسى، ولكن تغير الأسلوب. لو تمينا بنفس الأسلوب أتوقع أنه راح تستمر بنفس النتيجة. من بعد ما تسجل هدف التعادل، المدرب قام ببعض التغييرات، دخل اللاعب كايا وخالد البلوشي. لعبنا بطريقة مختلفة بنفس أسلوب الشوط الأول، طريقة اللعب تغيرت، اعتمدنا على العرضيات. مثل ما شفنا في الإحصائيات 24 عرضية، أتوقع هذه الإحصائية أغلب العرضيات بعد ما تسجل عيمان هدف التعادل، أتوقع غير من طريقة لعبه. المفروض كان بداية الشوط الثاني يلعب بنفس الأسلوب، يلعب تنوع في اللعب، تقارب بين خطوط، يكون فيه تفاوت، مرات يلعب بضغط عالي، مرات يلعب دفاع منطقة. مفروض كان يستحوذ، مفروض كان يلعب نفس أداء الشوط الأول، يقوم ببعض التغييرات، ينشط خط الوسط، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عن تقييم اللاعبين من موقع 365 ما قدرت أقيم يعني بنفسي، لازم إحصائية أو موقع مقيم اللاعبين. من موقع 365 مثل ما شايفين باللون الأحمر كانوا أسوأ اللاعبين لابوكوجي وخالد عيسى، وأنا واثق أنهم بيرجعون من الجولات الجاية. هالدروب عاد يصير في يعني عند أي لاعب، فكنا ثقة بلعيبتنا بأنهم بيقدمون الأفضل في الجولات الجاية. تقييم متوسط ليحيى نادر، ماتيس براسيس، أحمد برمان، دانيلو، كوامي، خالد بلوشي، كايو كنيدو. مستوى جيد جدا للاعب يارميلينكو، سفيان رحيمي، بندر الأحبابي، إريك. المدرب ما استفاد من اللاعبين المحترفين أو المقيمين، كان عندنا رافاييل والمهدي مبارك، لكن قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله معوضين في المباريات الجاية. جزئيات كانت بتفرق، اتخاذ القرار، بدال التسديد كان المفروض يلعب أو يمر حق لاعب، أتوقع هذه حصلت مرتين أو ثلاث في المباراة. التسديدات كان في تسديدات تم اعتراضها 6، هذه تم اعتراضها 6، لو فنت تهوش المدافع تضغط مربع اكس وكان بتكون الفرصة أفضل. يعني المباراة تتوقع الوحدة، الهدف كيف تسجل؟ لابا استلم، هوش مرة الأولى وشات وحطها في 90. هذه التهويشة هذه كنا نحتاجها في المباراة. لعيبتنا كانوا مستعجلين في التسجيل، وهذه بداية المشوار، ولكن الموسم صعب. الجولات الجاية أي خسارة نقاط بنبتعد من المنافسة، فإن شاء الله بنرجع للمنافسة من الجولة الجاية، وعقب راح ندخل في المواجهات الصعبة. بنبدأ ضد الجزيرة، وعقب في تفاوت المستويات، فإن شاء الله بنبدأ من المباراة الجاية ضد الظفرة، وعقب نفكر في الجولات الجاية جولة بعد جولة، إن شاء الله العين يرجع للمنافسة. إن شاء الله ألتقي بكم في الفيديوهات الجاية، في أمان الله.